مساكم الله بالخير وحياكم الله في بداية حلقة جديدة من برنامجكم أكشن مع وليد على MBC أكشن وإذاعة MBC FM. أبدأ هذه الحلقة بتوزيع الابتسامات عشان محمد الدهش ها يقول أنت ما قاعد تبسم إذا فاز الفيحاء، فوزع ابتسامات حتى تشتبه بعد تبيها. يلا مبروك الفيحاء. الله يبارك فيك، يستاهلون. لا لا، في نهاية الأمر يا كثر الحكام اللي ياخذوا من شمارة حكم أيضا. هل تقر إنه حكم كويس أنت في منظورك؟ أنت في رأيك إيش؟ نشمارة إيش رأيك في نشمارة؟ طيب نشمارة نشمارة كمسيرة من أفضل الحكام الآسيويين اللي مروا على قارة آسيا كمسيرة. ولكن تيجي تتناقش في مباراة أو مباراتين، هذه أنا ما أخذها على أحكم مسيرة. طيب حكم. طيب كابتن حمد. كابتن حمد سؤال. أمي معك أكشن يا دوري، أكشن يا دوري صح؟ أكشن مع وليد. يا يباركولك يباركولك. الله يبارك. لا أم أحمد، أم أحمد أول شيء مبارك لك، ثاني شيء إيش حابة تقولين لأحمد؟ وش تقولين لأحمد؟ الله يبارك فيكم كلكم، والله ما شاء الله انتم ما تفتحوا كلكم. يا حبيبي تستاهلي، انا وعدتك اني اجيب لك اياه والحمد لله صوتي راح اصلا خلاص. اي والله تستاهل مع الرئيس. اي يستاهل ابو احمد. يا 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 حبيبتي يا حبيبتي، بس تستاهلين والله تستاهلين. يلا زين والله تستاهل الطيب، تستاهل الطيب، تستاهل حبيبتي يا امي حبيبتي. يوصل يوصل حتى اسلم على اكشن مع وليد. اكشن مع وليد يستاهل يستاهل. يلا بالنسبه للحديث عن مباراه الكلاسيكو بين الاتحاد والهلال، بالنسبه للحكم الاسباني راح يكون عنده مباراه ملتزمه بقياده مباراه نهائي كاس اليونان يوم الاحد المقبل، فصعب يحكم يوم الاحد يوم الاثنين. نقطه مهمه، اذا انت متصدر الدوري بفارق جيد وعندك حمد الله وروما وراح تلعب على ارضك ومعاك على الاقل 40,000 مشجع وما تقدر تفوز تاخذ الدوري، فانت لا تستحق الدوري. لا تشغل بالك مين وقال، العب العب وركز في اللعب. فريق الاتحاد عنده امكانيات جدا جيده وراح يلعب مع الهلال في ظروف يعني فرصه تاريخيه. اذا فاز الهلال والله برافو عليه اللي قدر ياجل تتويج او اعلان بطل الدوري. ان فاز الاتحاد واخذ الدوري صحتين انه هو الفريق الاكثر استحقاقا، فلا تشغل بالك في التحكيم وتخشهم الجانب. في سالفه ودي اقولها بس والله ما ادري اقولها ولا ما اقولها، يعني في دائما نقاش في صار مره بيني وبين سمو الامير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضه. قلت له انت وزير محظوظ. قال ليش؟ قلت له انك انت جيت في فتره دعم القياده للرياضه غير مسبوق، يعني كنسبه وتناسب. دائما الرياضه السعوديه كانت في كل العهود الحقيقه تحظى بدعم ورعايه، لكن الدعم من 2017 كان للرياضة السعودية وصل لأرقام ما كنا نحلم فيها. فقلت له أنت يعني أنت الوزير المحظوظ الذي أتيت في وقت الدولة كلها وضعت إمكانيات ضخمة لمصلحة الرياضة. قال لي فعلا أنا فعلا كنت محظوظ بأني أعمل تحت إدارة سيدي خادم الحرمين وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يقول أنه هو شخصية تساعد أي مسؤول للنجاح من خلال متابعته، حل المشاكل بشكل سريع، أي أفكار طموحة لمصلحة الوطن يكون داعم كبير لها وفي أوقات قياسية وبأكثر ما نتمنى. تغريدة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل اليوم في تويتر فجرا بعد حضور النهائي يقول فيها: بحضوركم سيدي تجسدت معاني الدعم، وبتشريفكم ابتهج الوطن، كلنا فخر بليلة تاريخية عنوانها الذهب وسمو الرؤية، حفظكم الله ورعاكم. وضع حقيقة في واحدة من الصور الجميلة الحقيقة اللي كانت أمس في النهائي، شوف التقطت الصورة هذه كيف، صورة من أجمل الصور الحقيقة اللي التقطت أمس في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين. محمد الدهش بدر، أنا عملت عام 2017، ميزانية نادي الفيحة ما تجاوزت من 25 إلى 30 مليون. تتكلم الآن أبو بدر ممكن توصل الأندية الأقل جماهيرية، الأندية الوسط إلى 100 مليون.
احنا شفنا خلال 4-5 سنوات التعاون بطل كاس الملك، الفيصلي بطل كاس الملك، الفيحاء امس بطل كاس الملك، الدعم الكبير اللي توليه الحكومه بقياده الملهم الامير محمد بن سلمان راينا على ارض الواقع دعم كبير لجميع الرياضات، مو فقط رياضة كرة القدم، احنا شفنا الرياضات جميعا وبدر كيف كنا نشوفها حوالينا، ما كنا نشوفها في السعودية، الآن نشوفها تقام وبتجهيزات جدا عالية في المملكة العربية السعودية. شكرا لعراب الرؤية، شكرا للأمير الملهم الأمير محمد بن سلمان. عبد الله بانمي رئيس نادي الفيحاء مع زميلنا وليد الخضير بعد الفوز. والله شعور لا يوصف، حريرة تاخذ الكأس الأغلى من يد سمو سيد الأمير محمد بن سلمان كأول نادي السلمة، أنا أعتبره إنجاز كبير، وأمام نادي الهلال نادي جماهيري وبطل آسيا، فالحمد لله فرحتنا والله لا توصف، الحمد لله فرحنا أهالي المجمعة أهالي سدير اللي تعبوا معنا، سواء كان أسرتي الوالدتي جميع يعني اللي تعبوا معنا، أعضاء مجلس إدارة الجمهور، بإذن الله يعني على الأقل فرحناهم اليوم بإذن الله مستقبلا بإذن الله. صراحة رئيس خلينا نشوف الأشياء اللي ما شافها الجمهور، يعني قبل المباراة كيف كان حالك حال اللاعبين، إيش الكلام اللي دار بينكم؟ والله هدوء زيها زي المباراة، حتى والله ما كانت يعني على أساس أنها انطباع نهائي، كان تحضير زيها زي المباراة، وتعرف التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، الحمد لله الشباب ما قصروا، كان الهلال يتقدم عليك وتعادل أنا أعتبرها صعبة خاصة في جو مثل اليوم الجو الرطوبة المتعب، لكن والله الشباب ما قصروا والحمد لله اللي كاتبه الله صار. لما أنت في المدرج وتشوف الهلال يتقدم عليك بهدف قلت خلاص المباراة؟ لا والله ما قلت خلاص، لأن نعرف فريقنا ونعرف ونعرف إصرارهم. متى حسيت ان المباراه ممكن يكسبها الفيحاء؟ الفيحاء بعد هدف التعادل. انا اشوف اللاعبين كلهم واثقين بالبلديات، يقول لك عندنا حارس بطل ما شاء الله، الحارس فلاديمير اعتقد خبره قيادي طبعا، والفريق كامل وليس الحارس، اليوم ما قصروا، شوف الجواز كلها للنادي والحمد لله. كانوا يطلبون كثير، يقول لك الفيصلي الجار جاب البطوله، الان انت الحين شعورك وانت راجع بالبطوله؟ والله شعور الفخر والاعتزاز برفع اسم المجمعه الغاليه. فرحة كبيرة لعبد الله بانمي رئيس نادي الفيحاء. بدر كيف نمت البارح؟ شكلها نومها كوابيس أمس، الله يعينك. بس الكورة فوز وخسارة يا أبو بدر، وبشر الصابرين ها حبيبي أبو بدر نحبك. شوف يا وليد، تأثير المدافع أعتقد أنه تأثير 99%، الهلال راح يتأثر بغياب مدافع مثل الكوري، لأن عندك الدفاعات ضعيفين الشخصية، مستواهم مهزوز، وأعتقد أنها نتيجة تاريخية للهلال، والله يعين الهلاليين. أبو بدر ألف مبروك للفيحة، استاهلوا، بس يا ريت تسوي لنا إحصائية عن كم مليار صرف الفيحة عشان نوصل للبطولة هذه السنة، وكم بيان، كم قضية، كم شكوى، أكيد حتكون إحصائية صادمة، يمكن كثير. سلام عليك أستاذ وليد، ما أعظمك يا الهلال إن فزت أسعدت نصف السعودية، وإن خسرت أسعدت في النصف الآخر المضغوط، سلام عليك. حظ أوفر يا ولد الفراج، الفيحة حطم كل أمنياتك، لكن يا المنتشري هل تتوقع الهلال يفوز على الاتحاد؟ وينهض يا عميد، سؤالي محمد عنزي، ليش اللاعبين اللي طلعوا من نادي النصر السعوديين تلقاه يسيء لنادي النصر؟ ممكن تجاوب؟ عماد ايضا نفس السؤال، نتيجه النهائي الى اي درجه تاثر على الكلاسيكو؟ بالعكس الاتحاديين اعتقد كانوا يتمنون فوز الهلال بالبطوله بحكم اكتفاء اليوم، الهلال ما عنده الا رده الفعل، هي خوف الاتحاديين اعتقد من رده فعل الهلال بعد خسارته لنهائي كاس الملك. الهلال عنده الامكانيات انه هو يرجع بسرعة، وهذا اللي احنا اعتدنا فيه، عنده البديل الجاهز، عنده شخصية الفريق البطل، يستطيع ان يفوز على الاتحاد. وانا اعتقد يعني ما قبل المباراة الهلال والفيحاء توقعت الاتحاد يفوز على الهلال، الان اعتقد بعد خسارة الهلال لنهائي كاس الملك ما اعتقد الهلال راح يفرط في المباراة القادمة من الاتحاد. عن مباريات الغد، اتفاق الحزم الرائد النصر محمد. وبدر الاتفاق اشوفه في تذبذب، بس بعد تغيير الجهاز الفني الاقرب للاتفاق. الحزم انا قلتها سابقا 90% هابط. المباراة الثانية الرائد والنصر، أعتقد النصر قاعد يبحث عن المركز الثاني في حالة خسارة الهلال من الاتحاد، وهو المتوقع قاعد يفكر في المركز الثاني، فأتوقع أن النصر أقرب من الرائد. محمد العزي، مباراة في الغد. بالنسبة للاتفاق والحزم بكل تأكيد الاتفاق أقرب، مع احترامنا وتقديرنا للحزم،
مباراة الرائد والنصر لو رجعنا لآخر 5 مباريات بين الفريقين 4 فوز للنصر وتعادل، لو رجعنا لآخر 5 مباريات أيضا للنصر نجد 3 فوز 1 تعادل وواحد خسارة، آخر 5 مباريات للرائد 3 خسارة وفوز وتعادل. الحالة الفنية للنصر أفضل، الحافز لدى النصر أفضل وأكبر، أعتقد أنها أقرب للنصر. عماد، بسبب وجود نعيم السليت ومحمد الكويكبي وكوايسون في نادي الاتفاق وتاليسكا وابو بكر ومارتينيز نادي النصر مع ضعف دفاعات الحزم والرائد، اعتقد بكره احنا مع نتيجه حتى كبيره في المباراتين تتجاوز الهدفين. حياكم الله من جديد. الحارس الصربي فلاديمير شاغل الدنيا ويعد هو الحارس الابرز حتى الان في الموسم السعودي كاملا، يعني الانظار عليه كبيره، حتى انا طلع مقطع اليوم كوميدي لي يعني يرمز لبعض الأندية يقول لك الموضوع اللي انت خابر، ها يعني كل نادي يقول كل جمهور يقول لإداراته فلاديمير لا يفلت. فلاديمير حارس مرمى نادي الفيحاء مع زميلنا وليد الخضير بعد الفوز بالكأس. الغريب انه يقول اني احتفلت بالكأس قبل 3 شهور، يعني في شهر فبراير. كيف احتفل في شهر فبراير؟ Now I hope they are happy. أتمنى أن تكون جماهيرنا سعيدة. كنا نستحق بطولة كبيرة هذا الموسم وهذا ما حصل. I know if the come penalty we win. كنت أعلم أننا إذا وصلنا لركلات الترجيح سنفوز وهذا كل شيء. أعلم أننا سنفوز بركلات الترجيح وأني سأتصدى لأكثر من ركلة. عند المشجعين الكرة حط الحمدان ستويكوفيتش. صد ستويكوفيتش يا ذكي يا ستويكوفيتش. ثعلب هذا ستويكوفيتش. Speak. Don't worry, continue. We have... بعد تسجيل الهلال للهدف الأول تحدثت مع اللاعبين وقلت لا تقلقوا، لدينا الوقت لتسجيل الهدف والتعديل، وكنت متأكد من أننا سنسجل الهدف ونحصل على اللقب. وضعت ذلك في رأسي قبل وقت طويل، وقد احتفلت باللقب قبل 3 أشهر من الآن. I already celebrate before 3 months this cup final. كابتن حمد عندك إجابة على السؤال اللي كان طرحه؟ أيوة، أتكلم على سالم الدوسري. صراحة إيش كان السؤال؟ نظرة فنية إنه سالم لما ينزل عبد الله الحمداني يتحول من الطرف الشمالي يصير يلعب تحت المهاجم، يعني كصانع لعب أو 10 أو 9.5. فهو صح كلامه صراحة، سالم تقل خطورته بشكل كبير جدا لو دخل لعمق الملعب، والسبب في ذلك إنه محاور الارتكاز 2 مع 2 قلوب الدفاع، فيكون زيادة عددية ويكون في ضغط كبير. سالم قوته ومهارته وسرعته في الطرف تفيده أكثر، لأنه حيلعب 1 ضد 1 بالكثير 2 ضد 1، سالم يقدر يتخطاهم، وهدفه يعني خير دليل، يقدر يسدد يقدر يخش على القائم الثاني، لكن يكون تحت المهاجم صعب تعرف تكتل المحاور وقلوب الدفاع. محمد العنزي، شكرا أبو بدر، ولكن لو سمحت لي على عجالة، أنه شفنا ليلة البارحة وجود الكابتن محمد إبراهيم كنو في أرضية الملعب وعلى لجنة الانضباط تطبق القانون، واحترام القانون والعقوبات واجب على كل الأندية وكل اللاعبين. أيضا البارحة كانت ليلة الخلط تكتمل، خلطت الهلاليين الأحبة ليلة العيد من لجنة فض المنازعات، وثاني العيد من الفيحة في الدوري، وليلة البارحة في الكأس. والله يعينكم، بضاعتكم ردت عليكم. شكرا لك محمد العنزي. أما سالفة ليلة العيد هذه يبغى لها قصة طويلة. عموما غدا موعد آخر، تصبحوا على خير.